جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طهرت المرأة قبل الغروب فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟ إذا طهرت المرأة قبل الغروب أو طهرت قبل الفجر فإنها تغتسل وتصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، وتغتسل وتصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن هاتين الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى في حالة الضرورة، ويكون الوقت وقتا واحدا في حالة الضرورة. فإذا طهرت في آخر وقت الثانية لزمتها الصلاة الأولى، لأن وقتهما صار وقتا واحدا في حالة هذه المرأة وهي الحيض الذي كان عليها ثم انقطع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يغفل كثير من النساء عن مثل هذه الأمور، كيف يقول فضيلتكم ولا سيما للمناهج التي تعد لتدريس الطالبات؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يحصل من النساء غفلة كثيرة عن هذه الأمور بسبب الجهل. الواجب على النساء وخصوصا في هذه السنين الأخيرة وقد تعلمنا، عليهن بالعناية في مطالعة الكتب النافعة، وعلى المسؤولين عن تعليم البنات العناية بوضع المناهج التي تتناول الأحكام المختصة بالنساء أكثر من غيرها، لأنهن بحاجة ماسة إلى ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وسائل الإعلام وقد دخلت كل بيت، شيخ صالح، ما هو دورها في هذا الموضوع؟ كذلك وسائل الإعلام لها دور كبير في توعية الناس في أمور دينهم رجالا ونساء، وعلى العلماء أن يستغلوا هذه الوسائل وهذه البرامج، وقد أتيحت لهم ولله الحمد. فالمسؤولون وفقهم الله يطلبون دائما من العلماء أن يشاركوا في هذه المناهج. الواجب على العلماء أن ينتهزوا الفرصة وأن يستغلوا هذه البرامج في تبصير الناس في أمور دينهم وشرح الأحكام الشرعية لهم، حتى يتبصروا في دينهم، لا سيما أمور العبادة وأركان الإسلام الخمسة، فإن هذه أمور لا بد لكل مسلم من معرفتها. يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه ولا يسعه جهله، وهذا القدر من العلم والتعلم فرض عين على كل مسلم. وكذلك على خطباء المساجد، في الجمع دور كبير في شرح أحكام الشرع للناس وأحكام العبادات، توضيحها للناس، وهذا أهم من أن يهيموا في مواضيع بعيدة عن محيط الناس وعن ما يحتاجون إليه، أو ليس في أيديهم شيء من حلها أو من المشاركة في حلها. عليهم أن يبصروهم بأمور دينهم، بعقيدتهم، بصلاتهم، بصومهم، بحجهم، بزكاتهم، في أحكام دينهم. هذا أول وأولى ما يهتم به خطباء المساجد وفقهم الله. وكذلك على الدعاة إلى الله الذين يحاضرون في التجمعات المساجد وغيرها، أو يقيمون الندوات، أو يكتبون في الصحف، أو يؤلفون الكتب والرسائل والنصائح، عليهم أن يهتموا بهذه الأمور وأن يوضحوها للناس على بصيرة وعلى علم ومعرفة، حتى ينتشر العلم النافع ويتعلم الجاهل ويتذكر الغافل. هذا هو المقصود وهذا هو الواجب على كل من عنده علم وكل من له إمكانية. نعم.